في إطار سلسلة زياراته الميدانية التي تقوده إلى مختلف ولايات الوطن، حل هذا السبت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة بولاية الأغواط في زيارة عمل وتفقد لمختلف المؤسسات والهيئة التابعة لقطاعه بالولاية. برفقة السيد ولي ولاية الأغواط ومختلف السلطات، دشن السيد وزير العمل في أول نقطة من الزيارة مقر المديرية الجهوية للصندوق الوطني للعمل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ككوبات. الوكالة الجهوية للأغواط تم تدشينها اليوم من قبل وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي في إطار الزيارة الميدانية اللي راه يقوم بها رفقة السيد الوالي والي الولاية. بالنسبة للوكالة الجهوية للأغواط تمد كافة تتيح كافة الإمكانيات لتحسين الخدمة العمومية، تقريب الإدارة من الوطن عن طريق الخدمات الرقمية اللي تضعها بين أيدي المرتفقي الصندوق. وأكد على هامش هذا التدشين على ضرورة التسريع في إدماج الغير متنازلين عن شهاداتهم الجامعية في قطاع التربية من أجل عدم تضييع الفرصة، كون أن المنصب يوفر لهم تشغيل دائم وراتب أحسن من الإدماج، إضافة إلى التقاعد. لهذا يجب اغتنام فرصة تمديد الأجال إلى غاية نهاية السنة. وين يستفدوا راه الاجر باقي يبقى يدي 15000 دينار من احسن يدير 4200. ثاني يستفد اذا كان عنده 5 سنين قبل 2019 راح يستفد من الدراهم 3 سنين. ثالثا راح يستفد من التقاعد. درك مادام ما درتش الادماج تاعو راه يوضر في السنوات تاعو، كان يوضر ديجا عامين، يوضر عام 23 في نهاية المطاف. كما تم بالمناسبة تدشين الملحقة المحلية للتشغيل بدائرة عين ماضي وكذا ملحقة قلت سيدي ساعد، وأكد من عين المكان على ضرورة الالتزام بالشفافية والمساواة في معالجة عروض العمل.